technologies have a very promising potential to be this renewable resource because الطحالب تعتبر مصدراً واعداً للطاقة لأنها لا تحتاج لتربة زراعية مقارنة بالمحاصيل التقليدية، وبالتالي يمكن أن تزرع في مناطق قليلة المياه لأنها لا تحتاج لكميات كبيرة أو جودة ماء محددة، إذ يمكن أن نسقيها بمياه مالحة أو مياه صرف. والميزة الثانية التي تتسم بها الطحالب هي أن لديها نشاط تمثيل ضوئي أعلى من المحاصيل التقليدية بثلاثة إلى خمسة أضعاف، وبالتالي لا نحتاج للتفكير فيما إذا كان المكان مناسباً أكثر لاستخدامات متعلقة بالطعام أو إنتاج الطاقة، وهذا يعطينا قدرة إنتاج أعلى وأكثر تنوعاً كصباغ مستحضرات التجميل والمنتجات الطبية، إضافة لاستخدامها كوقود حيوي وبلاستيك حيوي وأطعمة حيوانية وفي الزراعة المائية. الطحالب كائنات دقيقة يتراوح حجمها بين 2-10 ميكرومتر وكثافتها قريبة من كثافة المياه، كما أنها تظل موزعة في الماء بشكل معلق ولا تتكتل. لذلك بدلا من اتباع مستوى التقدم الجاري قررنا تطبيق نظام الفصل المغناطيسي. في حالة الطحالب نستخدم نظام الفصل المغناطيسي من خلال إضافة حبيبات مغناطيسية تتفاعل مع الطحالب وترتبط معها، وبعدها بدلاً من فصل الطحالب نفصل الحبيبات. هذا أحد الأسباب التي دفعتنا لاتباع أسلوب الفصل المغناطيسي، لكن هناك أسباباً أخرى، أهمها أن هذه الطريقة توفر لنا مجالاً لانتقائية عالية، كما أنها فعالة ومنخفضة التكلفة واستهلاك الطاقة أقرب للصفر. والميزة الأخرى هي أنها أكثر جاهزية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية كتجميد الأنزيمات في الخلايا وفصل البروتينات من التعليق الحيوي. Immobilization of enzymes and cells, and also for the separation of proteins from biosuspensions. There are already algae-based products in the consumer market. هناك حالياً منتجات تعتمد على الطحالب في السوق، لكن المقاربة الخاصة بنا هي استخدام نظام الفصل المغناطيسي، بحيث لا نغير هذه المنتجات، إنما نخفض من تكلفتها لجعلها أقل استهلاكاً للطاقة. عادة الطحالب تستخدم بشكل أساسي في منتجات التجميل والأطعمة الغذائية وأطعمة الحيوانات والزراعة المائية. ميزة نظام الفصل المغناطيسي أنه يمكننا من زيادة الإنتاج، وهناك عدة مقاربات لفعل ذلك. مثلا حاليا يتم إنتاج نحو لتر واحد في الساعة على المستوى المخبري، ونتعاون مع شركة تعمل في تطوير وإنتاج هذه الأنظمة لرفع قدرتنا الإنتاجية، وأتوقع أننا قد نرى أجهزة لرفع مستوى الإنتاج في السنوات القليلة القادمة.